نعود نرحب بكم أنتم مشاهدينا ونرحب بالضيفة والفنانة القديرة عايدة عبابسة. اليوم راكي مشرفتنا والعلامة الكاملة لك. ربي يحفظك. اليوم كاين لا سالي لا نسرين لا هدى. ربي يحفظك. كاينة عايدة عبابسة. أي معليش. استغفر الله. لا لا إيه لا لا عندها الحق. عندها الحق وعندها الحق وعندها الحق وغدوة نزيدو نتلاقاو عندها معانا. كملي عندي سؤال. رشيد حق بسام ما طرحلكش سؤال باش تعطي لي حق اللي تبع فيه هدى. راكي خسرت هدى راهي جراتك بعدت على الاساس نورمال تكورت من الخف. اي تبع هدى تبع بدات تواسي حق البيتو تبع فيه هدى. يا انيس انا عندي سؤال. يلا تفضلي. للسيده عايده. يلا. وش هو سر نجاحك؟ ما تقولي ليش برك باسكو تعرفي تهدري ولا كاين عندك سر لازم تعطينا. وإن نصرك الله فلا غالب لك. لا إله إلا الله محمد. ولا عطاك العاطفة المتبلطة. أول ماشي سر باسكو أنتم راكم معتبرين النجاح. أنا معتبرة أنه هدية قدمتها للجمهور الجزائري كنت حابة باسكو أنا فيان بو. ولكن أهم صفات النجاح أنه قلبك يكون صافي. ما تتكلميش على حد، تعتمدي على الله، تعتمديش على نفسك، بس كان هذا الدور تاع شقلة لا هذا هذا هذا، شوفي تبعتي شوفي. سيتي باش يحطموني. وي سيتي بور كاسي لا فام دو كلاس. هذايا دوكا عايدة عاودي. الله ما نهضر عليه. لا لا، صحيح عايدة، راكي قلتي لي. قلت له يا ربي. ما قبلتيش في البداية. إذا كانت، لا لا سي حبيت. أوكي. قلت له إذا كانت هذه قدرة الظالمين علي أريني قدرتك عليهم. وانقلبت صالحة وقدرت شقلالة شوفي رجعت والله العظيم أقسم لك بالله عيطت الفلة قلت لها فلة سمحي لي مي جي ديتخوي لو نو دو لا فامي عبابسة. قالت لي بوركوا؟ قلت لها جي في أن غول. قالت لي هذا هو اللي راح ينجح. برك. أنا شفت تخي بروش دو فلة. عمري ما شفت مسلسلاتي باسكو عيطت لي قايمة. Quatrième jour, Aïda, qu'est-ce que tu as, je sais, j'ai fait une grosse bêtise. Quand tu jamais. تمثيل. Quand tu chauffes, oui, la défne, elle s'en bat, elle a été à l'été. Machallah, machallah. Fabèche, tu n'as pas. Là, tu vas aller, mais il y a un peu de temps. Aïda, tu sais, je suis un peu de temps. 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 ريحت مع نعيمة الله يرحمها وتاني سمعت منها نفس الشيء تاع الانتقادات والغاشي وجايبينها مراها. ريحت معك دو فوا سمعت توجور توجور الناس تاني غابنينكم والهضره كل شيء. دوبوي كون هذا لو كالفير راه كاين عندكم وعلاش الناس شابينهم بين بنات عبابسه؟ اسكو باسكو فو فيت بارتي دون اريستوكراسي اللي اون ني با اريستوكرات با دو تو. احنا ناس بابا بابا ديجا كان يسوفلي كان فنان. لا من جي بابا الله يرحمه يجيب دانتكي. قول له يا الزهره كلاوي. سيتي ان كرون توم. سيتي ان كرون توم، ما عرفولوش قيمته. انا كي تشوفني انا باغ اكزومبل انا كي جيت من مصر جيت بمستوى ثقافي عالي جدا. قلت انا هاد المره بالك اتليست ان بوتي لم تؤخذ مؤهلاتي الثقافيه بعد. علاش متالبين بنات عباس؟ يا اخي وعلاش متالبين رئيس الجمهوريه يا مخلوق ربي. ربي سبحانه وتعالى بعت لنا هاد الناس باش نحينا الذنوب. انا لو كنت تسالني تخفيف ذنوب من ايه ما نعرفش. انا نظن انه اللي عبابسه لي في انا لانه فلا كذلك استضفتها وعايده نعرفها واليوم راهي ضيفتنا. نظن انه بالك النيه ديالكم لانه دخلوا ناس لدياركم تمدوا لهم سراركم لبسوهم ونوكلوهم وشربوهم بعد هذوك هما اللي يدوروا. وعلى ما سمعتوش بهذيك الاعلاميه 40 سنه وهي تقول لهم جو سي لا سودي في عبابسه. C'était la plus grande ennemie de la famille Abebsa. Elle a détruit. Je ne sais pas si je suis en train de me faire la taïba. Je suis en train de me faire la taïba. Tu vas t'arrêter avec moi, c'est bon. Elle ne pourra plus jamais dire que je suis l'ami des filles Abebsa. Alors, ils sont dans la vie, ils sont dans la vie, ils sont dans la vie, ils sont dans la vie. Nous n'avons pas cette guerre, on ne peut pas. Tu es dans la vie, j'ai la femme de ménage, 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 j'ai la femme de ménage. مي ما فهمنا دوك انا تبدلت على بال واحد ما يدخل دار. شوفي بيرسون رونتر خلاص بون. ما وليدي شويه واعر ولكن انا خديت دروس من فلا. يلا وي. سيده عايده الان كانت تكلمنا سالي قالت لك وشنو هو سر نجاحك.
انت قلتي لها انه الطيبه و... لك فوالا اعتماد على الله. لكن انا حبيت نعرف انه في اللعبه بصح نحبوا لانكرو سلطان الطرب، يعني اسمها ما شاء الله عليها، عائله فنيه ناعمه كيف كيف، دارت البسمه ديالها. لكن انت شكون هما الفنانين بالك يكونوا من العائله ديالك الفنانين تحتكي بهم وتقولي انهم هادو هما القدوه ديالي، ولا كاين فنانات عرب ولا اللي تقولي انهم تحبيهم وما دابيك تمشي على الخطوات تاعهم، لا يعني النجاح ديالهم، يعني تقولي نمشي على الخطوات تاعهم ولا تحبيهم ولا تحبي التمثيل تاعهم؟ يا حبيبتي عمرك ما تعتمدي على نجاح الاخرين، قولي ربي يبارك لها. ما تقدريش تحطي نجاحك انت على نجاح واحد اخرى، انت حاجه، واحد يحب البطاطا، واحد يحب الزروليه، واحد يحب البنان، ما تقدريش تقولي انا حبيت ننجح نولي كيما فلان، ما تقدريش، باسكو ربي سبحانه وتعالى هو اللي يعملها. صحيح. جو كومبخون؟ فانا عمري ما قلت هذا الشيء. انا ما نحبش نكون كيما هذيك الفنانه ولا ما نحبش. حبيبتي انا نحب نكون عايده عبابسه كيما راهي بشخصيتها بطيبه قلبها، باسكو ما كانش حاجه وصلت لي للدنيا قد صفاء قلبي. يلا صفاء قلبي ما شاء الله. نسرين اطلبي منهم العايده عبابسه وساري يديروا لنا هكذا حاجه تاع صالحات تاع قلاله، وانا ما نقدر لهمش. شوفوا مع نسرين، شوفوا انا نقول بيس كلكو شوز. يلا يلا وجهي لو كنت تقطي شعرك بلون هكذا وجيتي للدار عم بالك راجل راح يخزر فيك، ولا كعود تعجوزه عم بالك زعما راح تعطي له لونجلي، ما تعرفش ما تعطي لونجلي، ما تخزيش فيا هكدا، رد عليا. تحبيها كلاس ولا تقلالة؟ يا تقلالة واش صالحة تقلالة مام هنايا؟ ايه مام هنايا. واش داك الراجلي؟ انا نخزر في راجلي. يا سلام واش عندك يا اختي، انا كل عضرة لبة جبت له الشابة، واش جبتي له انت؟ انا واش نجيب له؟ هو اللي يجيب لي انا ما يجيبلوش. يجيب لك انا السالي وما ادراك ما السالي. الحتات وبوشتات انا راجلي يجيب لك، يجيب لك الحتات وبوشتات. راح تحوسي على روحك يا باباك برك. واش من عقار ضربتي؟ واش من عقار ضربتي باش خزر فيك؟ ضربت له الايات القرانيه وجبت له الشابه والشباب. يا العزيزه هاوي هاوي يسنى في ولاد ولاده، ولا عجبك دراهم ودراهم وكلش مكتوب على اسمه. ما عنده والو اختي. اه تمديتي على دراهمو. باش انا نشر 412 حبيتي تديهم لي شويه ندب لك بالخرداش. ماشي خرداش حبيت ندب لك بالخرداش. لا 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 يلا برافو برافو هاملك الفنانات. سي فري رانا في شهر معظم بصح يلا لا بعد ما نكملوا التراويح حنا نضحكوا. يلا هذه هما الاسره الجزائريه يحبوا يضحكوا. انت درتي ضربه انا نخلص ضربه. اه ندور عليهم. ندور لا كلاس دركا. بون السيده نسرين سماي، بما انك انت على مواقع التواصل الاجتماعي ديري لنا درك لقطه بالتليفون تاعك ياك، كيفاش زعما تقدري دير ستوري؟ ديري ستوري. يلا دير ستوري بصح درك امبرو ستوري تايم مع نسرين سماي وصغيمه. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, tu nous prêts ou à la khira. Ça va, alhamdoulilah. Lui, une journée bzaf bzaf chargée. On est en direct, justement, pour l'émission Al-Sahra, ma Anissa Chaib, ou bien sûr l'équipe technique. Aïda Bamsa, salut. Et vraiment, l'équipe Rachid, Houda, Kamlou, l'équipe, ou le public bzaf bzaf haïnin. Moi, je vous dis, on aime bzaf bzaf, on aime bzaf, on aime bzaf, on aime bzaf. عينيك نسرين سماي عبر مواقع التواصل الاجتماعي تانيك تخي سبونتاني. بس نقول لكم حاجه، رشيد ما راهو فاهم والو. حطيتو بارمي لي فيف جويوز، واش يدير المغبون؟ اهدر خويا اهدر. رشيد نروحوا للصور، عايده تمد لنا عليهم كلمه. أيه. يلا يمدوا لي الصوره الاولى وعايده تعطينا كلمه. يا سلام. هذه لولاها ما كانتش حاجه واسمها الفنانه عايده عبابسه، ماشي الانسانه. نعم. هي اللي امنت بموهبتي، نوجه لها تحيه كبيره، هي ليها مكانه كبيره جدا في قلبي. نحبها، بنت مثقفه مؤدبه. صحيح. جدا. صحيح مثقفه. عملت معاها نجاحات ما نقدرش نعملهم صراحه. صحيح. وهي اللي اقنعت مزاحم بلي جو سوين بون اكتريس واقتنع. يلا نوجه لها تحيه ونقول لها رمضان كامل. لا لا نتمنوا لها ان شاء الله حاجه تنفع بلادها، باسكو البنت مثقفه جدا. صحيح مثقفه ونحييوها على هاد الثقافه. يلا الصوره المواليه
يلا كريم ودراجي اللي نوجهوا له هذا بسم الله ما شاء الله سي اون ديكوفيرت فريمون يعطيه الصحه مزاحم اكتشاف شدي في طيموشه كيفاش لعب صحيح صحيح يا اختي الولد مبدع صحيح. انا قلتها صافي كل الادوار تليق ما مزاحم قلت له مزاحم ميز على الطفل باسكو يجي منه بزاف وجا منه الحمد لله ونحبوا نتمناو له اكثر من هذا الشيء ان شاء الله الكثير من النجاح خلاص هذا وصلت ان شاء الله يا ربي يلا الصوره المواليه العزيزه الغالية يا سلام تعيشي ليا يا حبيبتي يا اختي ويدوم لي رضاكي شوفي من احب الناس الى قلبي شوفي سي تري غار نقول لك حب نحب حاجه باسكو قلبي معمر بحب الله حبابة حبابة صح حب خواتاتي مي هادي اللي تري سبيسيال تقولي ما عقرت لي ايش عجبة فلا شوفي وقتاش نقول لك سي اون فام اكسيبسيونيل صحيح صحيح وحتى في اللعبه قلبها ابيض نظر على القلب مانيش نظر على الصوت الصوت اتفقنا ولكن هي شخصيتها طيبه جدا شوفي ما عندهاش الضغينه ما عندهاش الكره ما عندهاش الحقد شوفي انا شويه كون جو مين كوا سور اون بيرسون هي لا تقول لي دار سامحه ضربت مع فلانه لو دو جو ابخي سي باتر جي انفيتي فلانه للريستورون يا فلا ايه هادي كوم سا شخصيتها هي هكذا شوفي الي كوم ان بيتي بيبي دي لي بيتيز لي بيتيز ما تعرف بلي نحبيها انا تشي باردون خلاص يلا نوجه لها تحيه في العبابسه الصوره المواليه شكون هذا عايده انت حبيبي انت ابويا انت ابني شوفي احلى واصدق حب في حياتي عوضني حبك تعب السنين ربنا يحميك ويشوفك عريس يا بطل شوفي ان شاء الله يا رب ربي يحميه ان شاء الله وربي يفتحها في وشه دنيا واخره باسكو سي تابوي هو اصلا مصري اها يعني من اب مصري وعايده عبابسه الجزائريه الوغ في المدرسه ديجا تعلموا هذيك تاع لازم كل صباح يبوسوا الجين امهم اها باسكو الجنه تحت اقدام الامه الطفل وصل 30 سنه مازال يديرها يا وليدي قولي لا يا ما تحرمينيش من الجنه شوفي ما نسمعش منه ربي يحميك يا ابني ما نسمعش منه غير كلمه حاضر ونعم وقتها نقول له كان نقول لك رمي روحك من البالكون نقول لي حاضر يا ماما ما يعرفش يقول لي ما شاء الله ما شاء الله هو يجبد اكثر الجزائري ولا مصري؟ صعيب اللي جزائري لا معايا ما تخرجيش ما تضحكيش ما تسلميش بون هما في مصر ما عندهمش هذاك البوس احنا في الجزائر حكم كيبوس شحال يقلقوني ما تبوسنيش يا خويا مد لي يدك ديجا يدك المهم بالكورونا ما من اليد وما لا لا بغض النظر المراه اللي متها ما تعرفنيش انت يا جايه نجن علاه العيد anyway فهو منع لي هذا الشيء ما تزوجتش على جالو ربيته تربية رائعة المستويات الثقافية عالية عمل معايا الإهانة صح. في بلادي كاع واش سفيد في الجزائر استحملوا معايا كان ليك سند هو كي ندير هكذا نتكى عليه هو عايدة عبابسة ما شاء الله نشوفوا انه نساء عندهم اولادهم قلتي انه رفضت الزواج كانوا عندك لي بخيت وي وي يعني شوفي. كانت عليك عروض زواج انا بزاف وانا كبيرة وانا في الجزائر 55 سنه وحاولت معاه الله يرحمها نعيمه في ذاك الوقت هي اللي جابت لي قال لها مستحيل ما حبيتي انا من حب نحشم بقى موناج راح نزوج عندي قلت راجل في الدار عيب لا وراجلي برك بوليدي سندي قلت له قلت لك ابويا هذا هو واخويا هذا هو وش ندير بالراجل وش يدير بيا يديني في كوكوطة ما نطيبش ابدا ابدا كلك جمال شوفي 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 نكلمك على حاجة أنا امرأة أحترم جدا سني شوفي نيش تتخيغا هذه المرة فغيمون أو ما دوني صحيح بصح قلت له ما نكونش معاه ما نقدرش حتى في الدور ما قبلتيش ما نقبلش لا ما نحبش ما نحبش للمصداقية باسكو شوفي يقول لك الزواج إشهار واحد ثلاثة صح علاه تاخذي لا تاخذي السيئات حي عليا شحال رانا متزوجين حي عليا تالي كوليكسيون فهذا ان شاء الله قريب عرسو ان شاء الله زوجته مع راح يزوج مع الطفل اللي يحبها الحمد لله ما شاء الله طفله بنت ما شاء الله في شافيه كان تخي مالاد وانا نبكي ويقول له يا ربي مش عايزه اموت عشان ما اسيبش امي لوحدها
اه سكو لا بيرسون او موند غير لويا. شوفي العياد وحدنا والوسم وحدنا، الى توجعت كيما هذه المره الهجوم اللي صرا عليا قال لي اوا تردي يا ماما ما ترديش خليهم سي با لو غارسون. بصح ما لازمش نلبس العريان ما لازمش فهمتي مي الي كريابيك مو سي الحمد لله. بصح ما قلتيناش عايده عبابسه من نوع اللي بما انه اول مره حتزوجي وليدك فعرس مطنطن ولا شكون تعرضي؟ عندي الحباب اه النبي صلي على خلاص دوك عاد كي دير يفتحوها تيام يروحوا للعراس يسونوا بنات الرجال ويبعثوهم ليوتيوبرز لهي باش يتبعوهم. اه عرس وليدي راه هو ديجا قال لك ما كانش رجال نو واي. طفله محجبه دونك ندير حاجه على قسم عرضني حتى فنان ما عرضني لعرسه. شكون راح نعرض الفنانين ما عنديش جي با بقول لك. سيدة عايدة انت خيرتيها ولا هو خيرها؟ ما نقدرش نخليها ابدا. ما لا تسكن معاك؟ لا تسكن معايا. شوفي انا ما سكنتش مع العجوز بس كان تزوجت ما تزوجش مع جزائري دونك ما نعرفش شنو. عمري ما ضايقتني عجوزتي ولا انا ضايقتها مستحيل، ولكن انا هو افضل انه يسكن وحده. وقال لك لا لا ما نقدرش نخلي امي. اه هايا يلا نوجهوا له تحيه، نوجهوا له تحيه ونقولوا له ما شاء الله عليك. اخر صوره واش تقولي لها؟ واش تقولي لعايده عبابسه؟ قول لها عايده في كل شيء اذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش انسان. هي الامور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته ازمان. يمكن هاد الايامات سا مارش با بيان بور توا بصح ما تقوليش عندي هم كبير، قولي عندي رب كبير. وبالك من صاحبة المرأة وإياك تعاشي المرأة أو تصاحبيها أو تصدقيها. عايدة عبابسة من كلامك يعني الآن عندي الحبابات آه. عندي مولات الدار اللي يعني ساكنة عندها الله يحميها آه. الحاجة الزهرة فليح تشوف فام إكسيبسيونيل مرأة حجة بيت الله. عندي صاحبتي عزة في مصر مرأة تهبل، وعندي زوج مصريات وعندي القايمه اختي اه تخبن اه وي قايمه سي العقل المدبر تاعي اه هي العقل المدبر باش قريت طب اسنان سي تي ال باسكو ما يمكنش حبه ما كنت حبه الفن باش تزوجت مع ذاك الدكتور اللبناني سي تي ال باش دخلت في التمثيل سي تي ال قايمه سي يمكن لها احترام ما كاش فرق بيني وبينها بصح اكن لها احترام بزاف كبير. عايده من كلامك نفهم انه صح فو كونفيرمي لا فراز اللي تقول لك عدوه المراه هي المراه. انا نقولها وهذه وجهه نظر شخصيه من اللي حصل فيا بالك تجربتك الخاصه. تجربتي كانت قاسيه جدا وماشي غير هنا من في مصر اها يعني من في مصر سلكت لي وحده ولا زوج جارتي هذه شدت لي الدار تما عندي بيتي تما هي اللي شدت وعزه بصح عشرة 30 سنه بس كان شوفي انا ندوم العشره ما شاء الله ايه ندومها ما عندي طلبات ما عندي وهنا عندي معهد لاله الضاويه وهي تري جونتي افيك موا بون سي ماشي عشره طويله ولكن سي اون فام تري كو. شوفي كي تحبي تصاحبي انسانه صاحبيها من مستواك او اعلى منك اقل منك طيحك. يلا ناخذوا بالنصيحه ديالك. يلا هدى موضوع السهره اليوم عندنا موضوع كل واحد فينا كاين انسان بالك ما يقدرش يسامحه ضروا ولا دار له حاجه ماشي مليحه ولا دار له واحد من الاهل ديالو ولا الاقارب ديالو ما قدرش يسامحو. حبيت نروح قبل ما نبداو في هذا الموضوع وندخلوا فيه ماذا بينا قبل نروحوا نشوفوا راي الشارع الجزائري في هذا الموضوع ونعاودوا نولوا. اصعب حاجه يعني والانسان اللي ما يقدرش يتسامح عليها في الوقت الحالي هو كاين تقدر تقولي مثل وحكمه في نفس الوقت. هو يقول لك قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انا بالنسبه لي هو انه شخص يقطع رزق شخص اخر والله هذا يقدر الانسان ما يتسامحش عليه مهما يكون مستوى القرابه ولا كذا. ما سامحش غير واحد برك الا خاين الوطن. خطره الجزائر بحاجه لاولادها مسامحين الناس كامل بصح اللي يخون الوطن لا سمحوا له لا دنيا لا اخره وتحيه الجزائر. اكثر انسان ما قدرش نسامحه في الدنيا هذه انسان ظلمني اغدرني درت فيه كونفيونس وخدعني ما نقدرش نسامح ما نقدرش نتجاوز المرحله هذه تاع اني نفوت ونرجع شغل مع الانسان هذاك نورمال ما نقدرش. ضرتني في حياتي نتمنى انه ربي يهداها ان شاء الله ويرجعها للطريق المستقيم لاني ثقت فيهم ياسر وكنت به
هي معاهم ياسر ومن بعد خيب ظني فيهم. نتمنى يا ربي يا ربي يهداها ورجعها للطريق المستقيم ويؤنبها شوي ضمير، لانها راني معزتها خاصه عندي وهي ضرتني في ظهر. سامحها قلبي يا ابي نسامح، نتمنى انه يؤنبها ضميرها وتفيق مع روحها واش درت معايا خيب، لاني درت معاها غير البيت. انا اللي اكثر انسان ما نسامحوش لاذاني في ولادي واللي اذاني في صحتي، قادر يكون اذاني في صحتي باش بالسحر ما نسمحلوش، نفوض عليها ربي. ما نروحش نواجهه ونقوله ما نسامحوش، نجيبها له غير صلاة ونوكل عليه ربي. فوضت أمر ربي سبحانه. هودا نخلو التعليق للعيد عبابسة. شوفي إيش رأيك في الأجوبة اللي قال لك قطع الـ 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 الأرحام اللي قطع الأرزاق، الرزق على الله سبحانه وتعالى، مستحيل. هذه حاجة خليها على الله، مادام ربي قطع لك هذا الرزق عن طريق هذا الإنسان محضر لك حاجة أحسن. صح. إنما أنا أؤمن جدا أنه قطع الرقاب ولا قطع الأرحام اللي ما لازمش يتسامح في هذه الدنيا اللي فرق بين الخواتات باش تشتتيها، وانت مجرد طلابة جيتي من برا تدخلي في عائلة شتتيها بهذه الطريقة، هذه صعبة. سينو باقي المسامح كريم، كل شيء. انا عجبني فقط اللي قال لك ما نسامحش خائن الوطن. الوطن طبعا طبعا طبعا، برافو. هذيك لا نقاش في الموضوع. شوفي خائن الوطن ما من صح. تعمل فيك ما من تعمل، بصح بلادك هي بلادك. صح صحيح، بلادنا هي بلادنا. يلا هدى. الوغ كانوا بزاف ناس اللي قاسوهم، كاين بزاف ناس قالت لك وحده دارت فيهم الخير وضروني ولا عطيتهم وضروني في ظهري، يقدروا يتسامحوا. ثاني كاين واحد اللي قال لك خائن الوطن، صح جامي لا يسامح لانه الوطن تاعنا باش عاودوا جابوه، كاين مليون ونص مليون شهيد تما، امبوسيبل راح نقدروا نسمحوا لخائن الوطن. كاين كذلك قطع الازرق، كل واحد وكيفاش يشوفها. انت قلتي انه الرزق على ربي، صح الرزق على ربي، بصح بالك هذايا كان بابات عائله وما عندوش مدخل اخر، ولادك شحي وكلهم يعطيه ربي، يعطيه ربي مجافه. قالت لك ما نقدرش نسمح اللي سحرني. صح. وي هذه ثاني حاجه بزاف صعيبه. قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. شوفي اذا اقتنعتي انك راكي مسحوره تولي مسحوره، ما كاش حاجه اسمها السحر. عندك ايات قرانيه تحصني روحك بهم الصباح، شوفي يجي وش يجي. صح سيدة عايدة، كل واحد والوجع تاعه، احنا على حسب الوجع ويلك. كاين الناس اللي مؤمنين انه انا ثاني نوتخ فامي اون كراف بيرسون كي رونتخي في السحر الا ديتخوي لا فامي، مي انا جي كخوا ما نحبش نامن به. لا لا تما انا كنقول كل واحد والوجع تاعه، تما كل واحد وكيفاش قاسته. كاين بالك هذيك الحاجة اللي دات لواحد بالعائلة تاعو، انت قلتي تكون عائلة بالسيف باش نبني، وعائلة باش مع الاخر حاجة كيما هادية هادي عشناها. صح صح، حاجة ماشي سهلة، صح كيما نقولوا كل واحد وقلبه، كل واحد وكيفاش يقدر يشوفها. سالي على حسب القلب. وي. عندك واحد ما تسمحيلوش في حياتك؟ انا في رمضان نقعدوا نكذبوا احنا درك ولا كيفاه؟ نقعدوا نمثلوا ولا احنا؟ لا لا قولي وما نقولكش ما نسامحش ولا نسامح، انا مؤقتا هزه في قلبي، هذا في قلبي من الناس قرب لي ياسر 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 الى درجه قصوى، يعني كبرتهم وربيتهم وزوجتهم وطعنوني في الوجه، يعني ما شاء الله الله يبارك عليك. في الوجه ما بقى في الظهر. وجهه مصحاح يضربوا في الوجه، الله يبارك تربيت ايه. ما نقولش ما نسامحهمش، لكني مؤقتا خارج مجال التغطيه، ما فيش مجال باش نهضر معاهم ولا نخمم باش نسامحهم ولا ما يلا نسرين باش نروحوا الفاصل. انا ما نسامحش انسان اللي توشاني في صحتي وسحرني. نسرين سي كونفيرمي يعني. وي بيان سور تعرضتي لعمليه السحر. كيفاش عرفت؟ لقيت حجاب في حوايجي. يا شيخ صلي على النبي، تعتقدي انه واحد خلقه ربي كيما انت كيما هو يكتب داك الوسح؟ كتبيه بيدك انت بالقران يا شيخه. يعني لكن لقيت سحور في ملابس تاع بنت. ايه بصح ارميهم واستعيد بهم. لا ترميهم، لكن يعني لفت لي تلقايهم ديجا احنا ماشي موافقين بهذا الحكايه. بصح سمحي لي نسلي، لما تلقاي في الخزانه تاع حوايج بنتك يعني هذا قريب؟ قريب بزاف اكزاكتومون. هذا واش باش نرجع الكلام سالي، انه ناس قراب بزاف هما اللي داروا. انا ما على باليش شكون، مي على بالي بلي تقاست من صحتي في هذا، يعني نفسيا وجسديا تقاست بالسحور. وكما يقولوا طيب، وماذا تغير في حياتك حسيتي انه سحر؟ قالت لك صحتها يعني
تغير بزاف حياتي. أبا سرين لحق درت اون اوبيراسيون تري 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 اون في توت دي اوبيراسيون. لا حمسة الحمد لله الحمد لله راني يد ربي فوق الجميع ولكن شتت لا وصار ثاني على كل هذا الشهر رمضان ما كانش سحر. يلا رانا محميين رانا محميين. يلا اذا مشاهدينا نروحوا لفاصل ولا نرجعين.